محمد تحتوح رئيس جماعة وعرق. اليوم كنت واجدوا في دوار الحرشة جماعة وعرق وبالضبط في المركز السوسيو تربوي اللي تنجز في إطار شراكة ما بين جماعة وعرق والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية واللي تفتتح منذ سنوات. واليوم كنحضروا مع جمعية نساء الغد اللي كتشرف على تسيير هذا المركب في واحد الحفل ديال تخرج عدد من الأخوات اللي تمكنوا بعد ما خضعوا لواحد التكوين في مجموعة من الحرف خاصة الخياطة والطبخ والحلويات، واللي بعد ما خضعوا لهذه المدة ديال التكوين وكذلك اجتازوا مباراة واللي شرف عليها التعاون الوطني والمختصين، واليوم بعد النجاح ديالهم تسلموا لي ديبلوم ديالهم وباش ان شاء الله انهم يمشوا للميدان ديال العمل. وهذا كيخلينا اليوم نعيشوا واحد اللحظه ديال الفرح، لانه كنحسوا بان الاهداف المسطره لهذا المشروع بدينا كنجنيو الثمار ديالها، وهي الثمار اللي كانت مسطره كاهداف لهذا المشروع والبرامج ديال المبادره الوطنيه اللي تحدثت بمبادره من جلاله الملك لتحسين اوضاع مجموعه ديال المواطنين والنساء، وخاصه وحنا كنتواجدوا في هذا الدوار اللي مع الاسف فيه واحد العدد ديال الفتيات ما تحتلهمش الفرصه باش يدخلوا للمدرسه او لا انهم انقطعوا في سن مبكر، وبالتالي فالاستقبال ديالهم في هذا المركب السوسيو تربوي سواء التكوين ديالهم في الخياطه وفي الحلويات وكذلك في الدروس الاخرى ديال التربيه الغير النظاميه والتعليم الاولي وغيرها محو الاميه، فهذا كيحاول انه يساهم في تجاوز مجموعه من المشاكل اللي كانت في هذه الدوار خاصه على المستوى ديال تمكين النساء من الحصول على بعض الحرف اللي غادي تخليهم ان شاء الله يخلقوا بعض الانشطه خاصة الأنشطة المديرة للدخل، لأن هاد النساء اللي عندهم لي ديبلوم وعندهم حرفة أنهم غادي يتمكنوا باش يولجوا لسوق الشغل أو لا غادي يخلقوا بعض الأنشطة اللي غادي تعود عليهم بالنافع وغادي تحسن الأوضاع الاجتماعية ديالهم. وحنا مع الجمعية المشرفة غادي نشوفوا كيفاش يمكن لنا نواكبوا هاد المتخرجات باش إن شاء الله يخلقوا مقاولات ولا تعاونيات اللي غادي تمكنهم باش يطوروا هاد الحرف اللي تعلموها هنا ويخلقوا بها المشاريع، لأن ما كاين لا شيء لكن واحد غادي ياخذ دبلوم وما غاديش يتمكن من العمل به. اذا بهذه المناسبه نبدا ان اجدد الشكر لجمعيه نساء الغد اللي كتشرف على تسيير هذا المركب هذا واللي كتبذل مجهود كبير، وحقيقه انها منذ تولي الجمعيه تدبير وتسيير هذا المرفق هذا الا وانه كاين مجموعه من الانشطه، كاين مجموعه ديال المتخرجات، كاين مجموعه من الانجازات، وكذلك هي مناسبه باش نهنئ الاخوات اللي حصلوا على لي ديبلوم وكنتمنوا لهم التوفيق في الحياه ديالهم العمليه. وهذا الشيء غادي يخلينا الى جانب الشركاء ديالنا التعاون الوطني المبادره الوطنيه هذه الجمعيه ديال نساء الغد اننا نحاولوا نطوروا الاداء ديال هذا المركب باش نوسعوا المجالات ديال التكوينات اللي غادي تستهدف الفئات الاخرى وباش يستمر وباش ان شاء الله هذا البنايه ولا هذا المركب يؤدي ادوار اللي تسطرت في الاهداف ديالو. اذا هذا كيخلينا اليوم متفائلين ان شاء الله النتائج بدات كتحقق، وكذلك شفنا هذه الجمعيه اللي كرمات ولا شجعات واحد الاسره اللي كانت اسره كامله ما تحتاجش لها الفرصه باش تقرا التعليم الاساسي، ولكن بفضل برنامج ديال التربيه الغير النظاميه انه اسره كامله تمكنت باش قرات وهنايا ونجحت في الامتحانات ديالها، وانهم صبحوا اليوم الحمد لله كيكتبوا وكيقراوا، وهذا الشيء كيخلينا بطبيعه الحال اننا نفرحوا لانه كان مجموعه من المشاكل
ديال خاصه على المستوى ديال التعليم اللي ما تاحش لهم لان كنتجاوزوها، وان شاء الله برامج اخرى غادي نشتغلوا مع هذه الجمعيه ومع باقي الشركاء باش نتحقق ان شاء الله. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم كنتواجدوا في مركز سوسيو تربوي دوار الحرشه في هذا الحفل التتويج ديال 41 متدربه اللي كتشرف عليه جمعيه نساء الغد. هذه المتدربات اللي خداو دروس حرفيه في تخصصات متعدده واللي دوزوا امتحان نهايه السنه اللي كيشرف عليه التعاون الوطني ككل سنه، كتمر تقريبا في اكثر من 30 مركز على المستوى الاقليمي. عندنا كل سنه معدل ديال 600 متدربه ومتدرب اللي كيتخرجوا في عده تخصصات حرفيه واللي كيولجوا سوق الشغل مباشره مور الاخذ ديال الدبلومات ديالهم، اما عبر مشاريع خاصه ولا عن طريق الاشتغال في معامل او مصانع اللي مرتبطه بالحرف ديالهم. شكرا. السلام عليكم، معكم زليخة فردير من دوار الحرشة. كنشكروا بزاف هاد المؤسسة ديال الغد، نساء الغد للتنمية، الشكر جزيل، دعمونا وشجعونا على بزاف الحوايج، والحمد لله اليوم خدينا الدبلوم ديالنا وفرحانين بزاف وكنتمناو الاستمرار في هاد الشيء. السلام عليكم، كيوم بن يعقوب نصيرة، نشتي نفاح 13 نهارا مؤسسة يصفاح نخ، كشينا نخد دبلومات النخ، كينا كينخ مجهود 13. نتمنى المسيرة تكمل غير جدات إن شاء الله، ونشي نبقى نخاكيش إن شاء الله، نعرف كشيخ دبلوم تقليدي، نتمنى إن شاء الله كشيخ من العشرية، وجميع الحوايج نتمنى كانت موجودة ديال المؤسسة يا، صراحة نشكري هنا الطاش المجهودات نشن، شكرا. الرحمن الرحيم، أولا السلام عليكم. ثانيا كنرحبوا بكم، الحمد لله. اسمي جديقة بنقير، رئيسة جمعية النساء الغد للتنمية. اليوم الحمد لله كنتواجدوا في المركب السوسي التربوي اللي متابعة الجامعة بوعرك. اليوم الحمد لله عندنا واحد الحفل وعندنا واحد التوزيع ديال الدبلومات للبنات اللي متخرجين الحمد لله، اللهم لك الحمد. عندنا 41 وحدة غادي تاخذ الدبلومات ديالها، والحمد لله اليوم حاضرين السلطات، حاضرين الناس اللي الممثلين ديال الجماعة، الممثلين ديال القيادة، ونتمنوا المزيد والعطاء الحمد لله، ونتمنوا لهذا المركب يطلع ان شاء الله، ونتمنوا حتى البنات الحمد لله، لانه هذا الشيء راه كيشرفنا وكيشرف حتى الحرشه وكيشرف كاع الناظور كامل. ونتمنوا للناس اللي راهم تيشوفوا هذا المركب يجيو يستافدوا، لانه المركب ديال السوسي التربوي ديال الناس اللي غادي يستافدوا ان شاء الله. الحمد لله حنا راه كنديروا المجهود وغادي نديروه ونديروا اكثر ان شاء الله، ونتمنوا المزيد والعطاء ان شاء الله. وشكرا، والله ينصر سيدنا.